هو الصوت عالي قوي. يلا انا مش ازرق. لا 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 يلا خليك أزرق. ايوه متت، احنا ميتين. لا تنتصر إن شاء الله. هو ليه الـ AI ملوش بروفايل بيكتشر؟ يلا بسرعة اعمل بيوت، اعمل بالاتنين التانيين بيت. ايوه ممتاز. هات الشيب بقى واعمل فيليجز، وهات الشيب. هاتوا للتاون سنتر، انت بتوديه فين؟ ايوه هاجمه بقى. يلا ممتاز. حط الراية على ال بالرايت كليك على الشيب، حط السهم على الشيب. ايوه في واحدة واقفة ما بتتحركش. فين فين قدامك وديها على الخشب بقى. يلا روح للخشب. فين كفاية 6 أو 7 على الفود، على الأكل. عايزين شوية على الود الخشب. هما 9، هاخد 2. لا هما هما 7. بص على علامة الفود فوق، شايف تحتيها 7. شفت؟ ماشي. اعمل لامبر كامب. في 2 شيب جنب الود، هاتهم. اعمل فيليجز. يلا لم الشيب. كفاية 4 على الود، كفاية كده. روح بقى للبيريز، فيش بيريز. لا جنب البيت. اعمل مل اعمل بيت. العمال رايحين فين؟ بودي منش نجيب البور.
ما تبعدش قوي عن التاون سنتر، انت عايز تروح للتاون سنتر، انت كده بعيد قوي عن التاون سنتر. ليه اروح للتاون سنتر؟ علشان ما يمشوش كتير. تلاقيه تشيب. فين؟ عملت اكس على الماب. يا ده بعيد جدا. هو الشيب دول بتوعهم، بتاعه بتاع الازرق، بتاع الاحمر قصدي. اعمل فيليج يا رزق. بروز الواحد اعمل 4 لود تانيين بس على غابة تانية. غابة تانية اللي هنا اللي فوق على اليمين على الشمال قصدي. البور التاني عند الجولد، فوق عند الجولد. مش ما تروحش بالضعيف، ما تروحش بالضعيف، ما تروحش بالضعيف. فوق ما صوت الضعيف، ما صوت. قلت لك ما تروحش بالضعيف. اعمل لامبر كامب فوق. اعمل 3 على الجولد بقى كده وخلاص. جاهز باركس. احنا ما عملناش اللوم من الاول ليه؟ نسيت. اعمل مايننج كامب. عمال البور خليهم خليهم فارمرز، واطلع للفيودل ايج واعمل باركس. وعندك شيب كده قريب. لا 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 ديليت، عملت بوز للجيم غلط زيد. معناها كده اللي انت سابقني في الوقت؟ لا لا، انت لما بتعمل بوز بتعمل بوز عندي انا كمان. ايه ده بجد؟ طيب انت ممكن تعمل عندي. ممكن انت اعمل ممكن تعملها عندي انا كمان. ممكن اعمل بوز. يلا اعمل باركس. واطلع للفيد الايد. جاهز.
في شيب كده على الجنب، هاته. في ايدل فيليجر، في فيليجر واقف. اعمل ال لما نوصل لل دوتي اتشيرين رينجيم. في الفيودال ايج. يلا يعني. لا، الاثنين اللي انا عاملين بيهم الاوتش رينج بيجمعوا الشيب دلوقتي. لا خدهم، خد بتوع الباريز اللي واقفين دول. وبلاك سميث وبلاك سميث وبيت. وكذا بيت بقى، واعمل ارتس. واطلع لي الكاس الايج. اربع بيوت. اطلع لي الكاس الايج واعمل ارتس. اعمل ارتس. اعمل فلاتشنج، ابجريد الفلاتشنج. تمام. الفيلجرز اللي بيبنوا البيوت دول بعد ما يخلصوا وديهم على الجولد. كده انت معاك 9 على الجولد، 8 على الخشب، و5 على الفود. حلو اوي. معاك 4 جنود، روح هاجم بقى. عارف هتهاجم فين؟ هو ممكن الخشب بتاعه. أيوة تمام. الخشب بتاعه هنا. اضرب. ستاند جراوند. اجري. معاه جيش اكبر منك. ارجع ارجع. ده بيجري ورايا. كده اجري. هيجري ورايا لحد هيجري ورايا لحد البيت. خليهم يموتوا وخلاص، خليهم يموتوا وخلاص. كان هيجري ورايا لحد البيس بس سبتهم يموتوا اصلا.
طب يلا اعمل. انت بلغاريانز ما عندكش، كروس بومان. طيب اعمل سكيرمتشر، اعمل اليت سكيرمتشر واعمل ابجريد، ولا اعمل بص اعمل كافلري ارشر واعمل واحد. افضل اعمل بالجولد بتاعك. اعمل ابجريد البوتكن ارو. اعمل فيليجز. نعم اعمل فيليجز. كم واحد؟ اعمل بالفوت كله. كله؟ اه احطهم فين كلهم؟ وديهم على الخشب واعمل تاون سنتر تاني اللي عند فوق اللي تحت، الخشب اللي فوق ولا الخشب اللي تحت؟ زي ما تحب. اللي فوق فيهم ثلاثة بس، أربعة. الاتنين فيهم أربعة. خلاص أقسمهم بالنص. كده 440، يعني مين بيهاجم؟ الاوتر في كان في اوتر كده في ماشي. شيء هنا، في شيء هنا. اعمل جنود، اعمل جنود واعمل ستابل، ورشر اعمل ارشرز واعمل ستابل. الكافلي ارشرز. اعمل ستابل، ابني ستابل. هو ايه الستابل؟ فدوس على فيلجر، دوس على ميليتري بيلدينجز وهتلاقي ستيبل. جنب الالتشري رينج. احطها فين؟ فوق في كده اي ماشي. خدت فيلجر من عند جولد. اعمل ابجريد الديفنس بقى بتاع الارشرز، لو بحادد ارشر ارمر. هدد في ال في ال بلاك سميث. اللي هو واعمل السكيل ميل ارمر. لا لا بادد ارشر، ارمر. ماشي. اعمل يونيفرسيتي وسيج وركشوب. انت تمام لحد دلوقتي، السكور بتاعكم قريب من بعض. يونيفرسيتي ممكن. لا وسيج وركشوب. واعمل جنود. دبليو اورشارد. في ال الستابل اعمل ابجريد البلاد لاينز. لويد كافليري. لا لا بلاد لاينز، بلاد لاينز. واعمل فيليجرز على فين؟ خشب. ولا جولد، على جولد كلهم. الفيليجرز الجداد على جولد.
كله دول بيعملوا كتير جدا. مش مشكلة. كفاية كده كفاية، يلا روح هاجم بقى. ولا اقول لك اصبر اصبر، اعمل ابجريد الثام رينج. واعمل ابجريد الليذر اتشر ارمر. بلاكسميث؟ اه ليذر ارشر ارمر. واعمل هاوسز. شغل الفيليجز اللي في فيليجر واقف كده، واحدة واقفة جنب الميل. اه لسه كنت هستخدمها. اه ده كان داخل عليا الكافلي اورشر مكتوب تانية. ايه هتخضيه. في اليونيفرسيتي اعمل ابجريد الباليستكس. لا محتاج 300 وورد. ماشي اصبر على ما تجيب. يلا دوس عليها دلوقتي. ايه ده في انمي عمال يمشي في ال موت موت. قتلت الشيب بتاعه حتى. دول الشيب بتاعك يا زكي. روح حط الفيلجز الجداد على الوود بقى. عمل لا لا انا حطيته في المكان الغلط. تمام يلا هاجم بقى. ثانية مش وركز في الهجوم بقى، ما تموتش الجيش على الفاضي. يلا عارف ازاي تعمل باترول؟ فاكر؟ كيو قصدي. اعمل باترول للود على الود. الود بتاعهم فين؟ تحت؟ الود قدامك اهو. طب اديني اكس. اللامبر كامب بتاعه اهو قدامك. اللامبر كامب الاحمر اهو. عملت باترول؟
ما بيعملوا ايه؟ انت منتصر اهو. هكسر النمبر كام بتاعه؟ اعمل مانجونيل، اعمل ايه؟ مانجونيل في السيج وركشوب. لا انا بحارب دلوقتي. لا ما خلاص ثبتهم، خليهم ستاند جراوند عملت مانجونيل. مش عارف اخليهم يعني. ايوه هم كده عاملين سنة جرام. خلاص ماشي، بس سيبهم على التلة دي، سيبهم على الهيل، التلة ايه؟ الهيل دي، واعمل مانجونيل بقى الوركشوب في السيج وركشوب عشان تهاجم التاون سنتر بتاعه، واعمل جنود كمان، لو بريدي اعمل جنود كمان مفيش حاجة اسمها مانجونيل في السيج وركشوب. في مانجونيل؟ لا في مانجونيل. انا كنت بقول في اليونيفرسيتي. لا فين السيج وركشوب؟ لقيت. اعمل ثلاثة ثلاثة ايه؟ مانجونيل. ما لسه بيعمل ريتشرز. انا في قطار ريتشرز. هو ده اللي هي الدبابة اللي بتكسر البيوت دي؟ لا دي بتضرب من بعيد، ترمي ده منجنيق، بيرمي طوب من بعيد. هاجم عشان التاون سنتر برضو بيضرب من بعيد. بص بقى دلوقتي انت عندك العمال بتاع الجولد خلصوا، فوديهم على جولد تاني، اعمل مايننج كامب تاني عند جولد تاني، واطلع للامبيريال ايج اول ما يبقى معاك فود كافي. اعمل شوية فارمز. نعم اعمل شوية فارمز. يلا اطلع للإمبريال ايج واعمل جيش. واعمل جيش ايه؟ كافاليري؟ كافالي ارشز. على قد ما اقدر كل يعني كل الجول. لا لا مش في واحدة بس، في الاتنين. لا 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 واعمل لمبر كامب جديد بقى. نمبر كامب جديد؟ فين؟ جنب الود، علشان ما يمشوش مسافة كبيرة كده. شايف هما بقوا يمشوا مسافة كبيرة قوي، اعمل لمبر كامب جديد. ايوة والناحية التانية برضو.
houses. حتى اللي هاوس تخلص. ايه ده؟ ضربوا طوب على حد كان صاحب. بيعد مش حد هنا ممكن يعدي بالمهم. انا محتاجة هاوس. هو اصلا في فاونديشن بتاع هاوس لسه متعملش. ياه اعمل ابجريد بقى البريسر فين؟ في البلاك سميث. اجري انت بتشجعه اللي هو يجري. ايه ده؟ هم الجيش بتاعي جه مخصوص عشان ده ولا ايه؟ لا انا رجعتهم. رجعتهم ليه؟ ايه اللي حصل؟ علشان بص بتتهاجم. بص عارف الجندي ده اسمه ايه؟ الجندي ده اسمه ايه الاحمر؟ اني واحد الجنود الحمراء دي الانمي. لا الجندي ده ليه اسم مش عارف اسمه ايه. دوس عليه وشوف اسمه. اليت سكيرمشر. ايوه السكيرمشر ده بيموت ال الكافالري ارشر. فانت محتاج تعمل مانجونيل كتير. اعمل مانجونيل تاني. ماتوا. عملت ايه؟ اعمل ثلاثة تانيين او اربعة. واعمل عمال واعمل فارمز. اعمل بيوت. لا البيوت خلاص بعتمد يا اصلا. لا ما انت الماكسيمم 200. عايزين نوصل ل 200. خدت الجيش الصغير بتاعي ليه؟ لا حطيتهم جنب بعض بس. لا مش كده بقى، امسكهم كلهم مرة واحدة. خليهم كده. السكور بتاعك أعلى من ألف. مبروك. ايه؟ لا بقى اعلى مني هو لحق. تلاقيه كان بيعمل ابجريد بقى. اعمل اللي كان بيعمله اعمل تاون سنتر جنب الجولد جنب الوود ده. دايما ابني بالشيفت علشان العامل ما بعد ما يبني ما يقفش علشان يعمل المبنى اللي بعديه كده. اعمل تاون سنتر بالعمال جنب الوود. انت
داون سنتر تاني. عشان تعمل عمال اكتر في نفس الوقت. عايزين نعمل نايتس من ال منين؟ من الاستابل، من الاستابل. وعايزين نعمل كاسل. عايزين نعمل كاسل فعايزين نلم ستون، عايزين عمال كتير، فعايزين نعمل تاون سنتر زيادة. نعمل النايت دلوقتي حالا. انت مش معاك فود كفاية، احنا عايزين نعمل جيش كبير، عايزين نكمل الميتين، عايزين نوصل للميتين. مفيش حد فاضي دلوقتي ياخده سن يعمل لي خده. شيله شيله من على من على الشغل بتاعه، انقله يعني عادي. ايش اخد 3 من عند الفرم؟ لا لا، الفرم الفرم مهم. خدنا على الجولد او الوود. اخد 2 من عند الجولد واعمل تاون سنتر جنب الخشب. الخشب اللي على اليمين، اللي على الجولد، اللي جنب الجولد، اللي جنب الجولد. ازاي؟ اللي فوق يعني، ولا اللي جنب ولا اللي تحتيه؟ على الشمال اللي تحتيه. يعني انت عندك الجولد اهو، عندك تحتيه وود الجولد اللي عمال واقفين عنده. خلاص مات. ايوه، هجوم هجوم هجوم، ركز. روحوا بتعملوا ايه؟ شكلنا خسرنا. يلا اكتب له جي جي. هو مش حقيقي اصلا انا اكتب له جي جي، وبعدين احنا عايزين لسه. لا خلاص، انت هتوقفه ازاي؟ محتاج محتاج جنود، جيشك مات، هيدمر كل حاجة خلاص. لا لسه اللي في لسه في شويه، لسه في 4 فاضلين. هيعملوا ايه؟ خلاص خلاص، انت خسرت كده. استمتعت؟ كان دور حلو صح؟ كنت وصلت للبريل ايج وعملت حاجات كتير. ايوه، ان شاء الله المرة الجاية تعمل اكتر. بس كده خلاص، انت خسرت كده. يلا استسلم. ام ريزاين. ما انا عملت ريزاين. انت عملت ديزاين؟ انا ما عرفتش عارف. وخرجت كمان. طيب عامل ديزاين انا كمان. جي جي. ما كتبتش جي جي ليه طيب؟ اكتب جي جي الاي اي. ايوه عادي يا عم، تفاعل معايا. هو شات جي بي تي؟ والله بيرد. ايه ده بجد؟ بس هو حتى ولا بيرد، هو مش هو، هو ممكن يكون اللي بيتحكم وبيلعب معاك، اللي بيلعب ضدك حاجة و اي اي، واللي بيتكلم معاك اي اي تاني خالص اصلا. ازاي يعني؟ قصدي هو ممكن يكون اللي بيرد عليك ده مش عارف اللي حصل، مش عارف اللي بيحصل في اللعبة اصلا. هو مش بني ادم بس يعني اي اي برضه هيرد عليا يقول لي جي جي ايه يا عم. اتعلمت حاجات المرة دي؟